بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في موقع تروات برو وبلوك سبوت كوم. اليوم ان شاء الله غنتابعوا الدروس ديال اتش تي ام ال، وغنهضروا في هذا الدرس على لي باراجراف، كل ما يتعلق بلي باراجراف. اول حاجه غادي نتعرفوا عليها هي الباليز اللي مسؤوله عن باراجراف، وهي بي اللي عندها بدايه ونهايه. وغادي نقول هنا واحد باراجراف اللي غادي نخدمو عليها. مثلا بغيت الباراجراف ديالي تبدا تكون في السونتر، يعني الوضعية ديالها تكون في السونتر، ندير اللاين تختار هنا سونتر اورجستري اكزيكيتي. الله يخلي الباراجراف جات في الوسط، يعني هاد اللاين هي اللي كتحكم ليا الباراجراف ديالي. غنحاول ندير جوج ديال لي باراجراف، هنا البداية يعني دابا ولاو عندي جوج ديال لي باراجراف. هادي باراجراف مسؤولة بوحديها، يعني قائمة بذاتها، وهادي باراجراف وحدة أخرى، يعني هاد اللاين دابا السانتر مغاديش تطبق على هادي، تبقى غير على الباراجراف الاول. نكزيكيتي ونشوفو، نلاحظ ان غير الباراجراف الاولى اللي كاينه في السلطه، الثانيه مازال ما تطبقش عليها. هادشي الا بغيتي تطبق عليها خصني ضروري نزيد هاد لي باليز ديالي. مثلا غادي ندير هادي دير، يعني الديريكسيون واش ليفت تو رايت ولا رايت تو ليفت، واش من اليمين لليسار ولا من اليسار لليمين. غادي نديرو هنا ليفت تو رايت، يعني من اليسار ثم نديرو رايت تو ليفت، باش رايت تو ليفت. وغادي اكزيكيت، نلاحظ ان الباراجراف ديالي بدات من اليمين الى اليسار. دابا واش يمكن لكم تعرفوا على كيفاش درنا بهذا الشكل هذا، هاد لي ديسباس هادو كيفاش درنا حتى درناهم في الكود؟ واش كنا كنديرو هذاك الكود ديال ان بي سبيس نمبر اسباس باش نديرو بزاف المرات ولا كيفاش؟ كاين هاد الكود بي ار او، يعني كيولي اي حاجه كتبتيها هنايا كتمشي حتى في الجرافيك. اي حاجه درتيها في الكود، مثلا هاد لي سباس لي درت، الا مشيت الى اكزيكيتي غيعطيني هاد لي سباس كاملين. اما الا درتها هنا باش مثلا هنا لي سباس ما غاديش يعطيهم ليا في الكود. اكزيكيتي ابيرس ها هو لي سباس، صافي ندير شوف هنا ولكن ما عطاهمش ليا، درت لي سباس هنا في هاد البلاصه هادي ولا ما نعرف هنا ما عطاهمش ليا. مي هنا كيعطيني لي سباس، يعني هاد الكود هذا هاد بي ار او كيساعدني انني نلعب على النص ديالي كيف ما بغيت، يعني نلعب به كيف ما بغيت في الشكل ديالو. في لي سباس فلاش تي ام ال كاينين بعض لي باليز اللي كيتحكمو لنا في القوائم، يعني لي ليست والتنظيم ديالهم. وكاينين جوج ديال الانواع، كاين القوائم المتسلسله وغير المتسلسله، اوردر ليست و اون اوردر ليست. وغادي نشوفوا كل وحده كيفاش كنقادوها عن طريق الكود. اول وحده غنشوفو هي ديال اوردر ليست، يعني القوائم المتسلسله. نديرو اوردر ليست، دائما بداية ونهاية ديال لي باليز هادو هما ديال القوائم المتسلسلة، يعني اللي فيهم أولا ثانيا ثالثا. وعندنا اون اوردر ليست، يعني القوائم غير متسلسلة.
دابا باش نحسبو هذاك الشيء اللي غنحسبو قدام كل رقم. يعني اولا نديرو ال اي مثلا انفور ماتي الجذور الثانية ال اف يعني لين لاين لاين الثاني نديرو ريزو لين لا لين الثالثة نديرو مثلا جيستيون دابا نجيو القوائم غير متسلسلة، يعني اللي مفيهمش أرقام، فيهم غير عوارض ولا نجمات. اللي الأولى غنديرو فيها مثلا تمام فوق الأونجستري الإكزيكتيف لاباج. هادو هما القوائم المتسلسلة، يعني فيهم أرقام واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ستة، وهنا مفيهمش أرقام يعني غير متسلسلة. هنا نفترضو أنني أنا مبغيتش أرقام واحد جوج، بغيت مثلا حروف أ بي سي دي، أو بغيت أرقام رومانية أولا كبيرة ثانية كبيرة. كيفاش غادي نديرو ليه؟ كاين واحد لاتخيبي كنزيدوه هنايا سميتو تيب و كنختار يعني يا هادو هما اللي عندي انا دابا، او لا ا بي سي، او لا حروف صغار اي نختار هاد اي هادي و جي في تي. لاحظ انه ليا الارقام ديال الترتيب، ولا هنا عاوتاني ما بغيتش انا هادو، بغيت نجمع ولا شي حاجه. شي هنا ندير شي مربع، لاحظ انه تبدل لي الشكل ديال هاد الرموز ديال هاد الاشكال هاد. ممكن لينا كذلك نديرو هاد السيركل، يعني دائرة، نشوفو غادي يعطيني، كنلاحظ انه عطاني دائرة بهاد الشكل هذا. حتى هنا كنكونو وصلنا النهاية ديال الدرس المتعلق بلي باراغراف ولي ليست. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.